كرة كلها. سألتني سؤال مهم جدا، وانت مدير كرة، وانت عضو مجلس إدارة، أمين صندوق، نائب رئيس النادي، رئيس النادي، هل المشاهدة على المباريات دلوقتي بتشوفها بعد المناصب دي كلها، ولا بتشوفها بأي صورة عندك؟ لا فرق كبير طبعا، فرق كبير. يعني وانا مسؤول بهتم بكل صغيرة وكبيرة، واخد بالك، وابقى مشدود، واخد بالك، عشان المباريات في الاستاد، لا الناس، ماتشين احنا اللي بننظمه او في اي حتة كده. لكن انا اليومين دول بقعد في البيت على كرسي مستريح تكييف او في اوضه النوم كمان، واتفرج على الماتش. تسبيك ديفرنت يعني، نعم تسبيك ديفرنت بين ده وده. اعصابي هاديه، بس دايما الحاجات الحساسه اللي هي يعني اكثر الفاينل النادي يكسب بطوله فيها ببقى مشدود. كويس والله يعني، احنا مشدودين في كل وماتشات المهمه برضو، خصوصا اللي بره مصر، اللي بره سوري القاهره، برضو ببقى مشدود فيها. نعم اللي اصل انا دايما بقول يعني، كل ما الجاب وسع بينه وبين التاني واحد، يعني الاول عن التاني، كل ده ما بيديك فرصه ان انت تكسب بطوله. كويس، وانت كل تفكيري ان انا اكسب بطوله، واخد بالك، يعني تفكيري النادي الاهلي ده بطل على طول. كابتن كويس، حسن انت يعني سوري يا مصطفى، انت علمت كده وتربيت على كده، والحمد لله مشيت عليه لغايه ما سبت النادي كده. ودي حقيقه، اتمنى يبقى استمراريه، مشوار يكمل نفسه، وهي موجوده كده يعني. في طبعا فترات نزلنا شويه كويس، والنادي يعني بس مش ممكن واحد يقعد 20 سنه مثلا كويس نادي. فالحمد لله ان النادي ماشي كويس دلوقتي. طيب كويس يعني ايه؟ يعني بيجيب البطولات كلها. مش كويس يعني ده كويس قوي. السنه دي احنا واخدين كل البطولات. نعم كويس، ودي حادثه بتحصل ولسه ان شاء الله اللي جاي مره واحده بس حصلت كويس معايا، ودي تاني مره بقى، مرتين كسبنا البطولات اللي شارك فيها النادي. اغلى بطوله مع الكابتن حسن حمدي في الفترات الاخيره كانت ايه اللي انت بتعتز بيها قوي؟ بطولة افريقيا طبعا، اللي هي بتاعت جول ابو تريكه. جول ابو تريكه اللي هو كمل بيه البطوله، كملنا بيه كملنا، احنا كسبنا هي بيه دي البطوله البطوله، دي البطوله وصلنا لكاس العالم بسببه. دي البطوله اللي هي كانت. طب هرجعك لورا شويه كده، انت فاكر 82 لما كسبنا البطوله؟ 82 ولا 84؟ 82 82 82 أول أو بطولة بطولة أفريقية، وكان كابتن صالح موجود في ذلك الوقت. أنا متخون الذاكرة، كان كابتن صالح مظبوط. كابتن صالح كان موجود في ذلك الوقت. مظبوط. كويس، طبعا فاكر. أنت متخيل إن شاء الرحمن نكمل وناخد العشرة السنة دي؟ دي العشرة أتمنى نكسبها طبعا. إن شاء الله طبعا. طب عاوز تبلغ تقول رسالة إيه للاعبين عشان يهتموا أكتر في بالعشرة؟ انا اقول للاعبين العشره زي ال11 زي 12 زي كده، تعودوا، اتمنى يعني ان هم بيقدروا المسؤوليه اللي عليهم، ويقدروا قيمه النادي الاهلي وقيمه الفانيله اللي هم بيلبسوها من كل حاجه، تصرفات داخل الملعب، تصرفات خارج الملعب. الهدف الاساسي ان احنا نكسب بطوله، ويبقى نازلين احنا كل هدفنا ان احنا نكسب كل البطولات اللي نشارك فيها، عشان كده بترفع اسم النادي وبتعمل مجد للنادي. فاتمنى ان كل واحد ياخد حياته جد، سواء جوه الملعب، بره الملعب، التزام في بيته، خارج بيته، في كل تصرفاته واخلاقه. طبعا واخد بالك، واهم حاجه كمان المحافظه على تدريباته، ويحافظ على نفسه وتدريباته. نعم، بحيث ان هو يبقى في احسن فورمه يعني. سامعين؟ يعني كلام من واحد انجازات 50 سنة عشان نكمل العشرة. خدوا النصايح من الكابتن حسن حمدي.